karşımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl oldum ben? En yakınımdan böyle nasıl koptum ben? Biri varmış, biri yokmuş diyemem. Her masanın sonu varmış, bilemem. Ben yuvama dönebilsem yeniden, belki güneş doğacaktır yeniden. خير شو صاير؟ ليش قاعدة لحالك هون؟ ولا شي، شاردة بس بهالدنيا. آسف، هي تاني مرة منخرب لك النقلة عبيت لحالنا. بس والله ما بعرف شو بدي أعمل ومين بدي راضي ولا مين. حاسس حالي ضايع كتير، وموقف دفنة فاجأني. والله مو زعلانة بنوب، ومو كتير مهم ننقل من هون. وبعدين اللي قالته دفنة كتير حلو، البنت عملت بأصله، وبصراحة كلامها خلاني أفكر بالموضوع أكتر، وفهمت إنه المشكلة مانا بالمكان، المشكلة بالناس يلي مانا. وهلأ بما إنه الكل رضيان ومبسوط، ما في داعي ننقل. وليك هاي ستك مبينة ندمانة، أول مرة بحياتي بشوفها هيك. قعدنا أنا وياها وحكينا وكانت رايقة كتير، يعني كأنها بطلت متضايقة من مرتك. هلأ هي طبعاً خايفة نطلع من البيت ونتركها، فغيرت موقفها. أنا خايف يومين وترجع لطبيعتها. صح دفنة مصدقتها وعم تقلي إنه تغيرت، بس أنا حبيبي لو دفنة زعلانة منها ما كانت رجعت، وكانت أصرت إنكم تتركوا البيت وتبعد عن ستك. بس هي كمان بتعرف قديش ستك بتحبها وما بدها تفرقكم، ولهيك تصرفت بعقل ورجعت ستك لهون ولمت شمنا، وكلنا قدرنا هالشي وستك قدرته. ليه؟ مساء الخير. دفنة عملت أكل وتعذبت فيه لحتى تجيب لي إياه على هالفيتي، وصحيت على حالي إنه أنا ليش عملت هيك؟ ليش ضايقتها كتير وقلعتها من هون كمان؟ ومع هيك طبخت وتعذبت. قالت لي دوقي طبخي يا ستي. بهاي اللحظة خجلت كتير وصار وشي قد الكمشة، وقلت حرام شو ذنب هالبنت، وليش لحتى حاسبها وأظلمها بسبب أبوها؟ هي أكيد متضايقة منه، ليش لزيد عليها؟ أكيد هي بتغلط وعندها مشاكلها، بس مع الوقت بتتعلم. ووقتها لو قالت لي أنا رايحة على المشفى لأخذ ورقة الاتفاق كنت قبلت، وما زلت. بيجوز خافت مرت عمي. على كل مضت. عمر
اوعى تتضايق مني يا روحي، ظهر انه كان لازم تصير هالقصة لأقدر أعرف مرتك على حقيقتها وأعرف إنها ما بتشبه أبوها، وكان هاد امتحان إلي. كنت عمية وقاسية كتير، بس يلي خلاني أرجع لطبيعتي القديمة أنت ودفنا. من اليوم ورايح رح تتغير كل المعاملة. ابني روح عيش شلون ما بدك، المهم تكون مبسوط ومرتاح. ما هتضايقكن أبدا. يلا تصبحوا على خير. اللي كانت هون ستي ما؟ قلت لك تغيرت. خلص روق حبيبي. أبو خليل؟ نعم. جبت لك الدواء تبعك، خده لا تنسى. زمرد؟ نعم. هلأ لفهمت إنه أنتِ حياتي وعمري كله. أنت النفس اللي بتنفسه وبيخليني أعيش. إن شاء الله ما تنعاد وأرجع عيش لو يوم واحد بلاكي. لايك الله يجعل يومي قبل يومك، لأنه ما بتحمل العيشة من دونك يا زمرد. شو هاد الحكي اللي عم تحكيه يا أبو خليل؟ الله يخليك فوق راسي ويطول بعمرك، بعدين كيف بتدعي تموت قبلي؟ آه؟ ليش أنا بتحمل عيش بلاك؟ حتى بهاي بتفكر بحالك؟ لك عم ادعي موت مشانك، شلون بدي افكر بحالي؟ لك ايه والله اسمك عايشة، والله اسمك عايشة هون، عايشة مرج. دقيقة بس، عقلي ما عاد استوعب شي. طيب ليش لا ينادوا لك إسراء؟ المرحوم جدي محمد بحب هالاسم وسماني هيك. يعني هلا انت عايشه؟ مو مصدق هالشي والله. هاي عايشة. عايشة. الصورة هون، يعني انت عايشة عن جد. الحمد لله نحن نشوفك اختي، الف الحمد لله، الف الحمد لله.
الحمد لله. شش رؤيا روحي، خلص حبيبي. شش محمود، ترك الموبايل، انتبه على ابنك دقيقتين. يلا وقف، خليني جهز لبس مشان كتب الكتاب. لساتك قاعد؟ يلا وقف خلصني. طيب ماشي. مين حبيب بابا وروحه؟ مين حبيب بابا وروحه؟ مين؟ مين؟ لك انا قلت لك تشوف البنت. مين حبيب بابا وروحه؟ مين؟ اترك البنت نايمه ومتهنيه، لا تحملها وتفيقها. تعا خد الصبي مني، خد الصبي وترك البنت. تعا يا روحي، تعا تعا يا عمري، هي اخذت البنت. ها والولد لقيته بالشارع ما؟ وهذا الولد ابنك كمان؟ لا قدري مو هيك، بس انا وياه ما بنتفق. لك علي وعثمان ما بيسكت غير معي، وحفيظه ما بتسكت غير معي، شو اعمل؟ ليكي شو رايقه ضلت نايمه، مو قلت لك؟ وكثير فرحان كانت تصرخ ونيمتها ما هيك؟ قدريه ليكبر الصبي شوي، منلاقي طريقه ومنتفق مع بعضنا، لا تاكلي هم. ليك اسمعني، انت هيك عم تفرق بين الصبي والبنت، يكون بعلمك. لك معقول فرق بينهم؟ هدول الاثنين اولادي، ليش لحتى فرق؟ بس بيقولوا البنت بتتعلق بابوها، وهي شوفت عينك، البنت متعلقه فيني. ها شوفي. عن جد يا استاذ؟ لكن بس تكبر كيف رح تجوزها؟ اللي كيف رح تخليها تطلع منهم؟ انا ما بعطي بنتي لحدا يكون بعلمك قدريه. والله بس يجي نصيبها رح تعطيها وغصبا عنك، فهمت علي؟ ما بدي اعطيها، ما رح اعطي بنتي لحدا، فهمتي؟ رح تعطي، ما بدك رح تعطيها قدرية. فهمت؟ قدريه بدك تعطيها، قسما بالله ما بتزوجها. بدك تزوجها؟ انت شو دخلك؟ بدك تزوجها؟ لازم تضل معي. والله شيء حلو انا على ما رح تعطيها لحدا. رح تعطي. ليش ما عم تفهمي علي؟ كيف ما بتعطي قدريه؟ حاجه تحكي. شو يعني ما بتعطي؟ قلت لك ما بعطي. مو على كيفك القصه، بدك شو بهم؟ شو عمتي؟ مو على كيفك انت، انا ما رح اتزوج الحكي هذا. هذا الحكي من الاخر. والله بدك تعطيها وغصب عنك، مو على كيفك. يا ستي ما رح اتزوجها ولا بتطبق السماء. عم تفهمي ولا لا؟ بدك تروح على بيت زوجها مثل البنات. لا ما تروح لمكان، بدك تضل هون. عم تفهمي؟ ما بخليك. والله خير بنتي؟ احكي معه عمتي، محمود ما بده يعطي البنت، رح يخليها بحضنه. محمود اعطيها البنت. هاي البنت بنتي كمان، ليش اعطيها؟ ما بعطيها، ما بدي. يا ملك انت احكي ضميرك، لما عطيتي دفنه ما حسيتي قلبك تقطع البنت؟ لك الله يسامحك اخي، انت شو عم تقول؟ عن جد ما عم صدق انتو من هلا عم تحكوا بهذا الموضوع؟ طبعا زعلت لانه بنتي رح تبعد عني، بس هي كمان بده يصير عندها بيت وعيله عادي. يمكن لانه انت ام، بس انا اب. ما قالوا اهل اول كل فتاه بابيها مغرمه؟ الاب بتعلق ببنته كمان، الاثنين بيتعلقوا ببعض. بعدين انا استنيت 20 سنه ليصير عندي ولد وبنت، والله ما بعطي بنتي لحد طالما انا عايش. وخلي هذا الشيء ببالك، فهمتي؟ عن جد انا كمان تعلقت بابي، بس انت اخذتني ولا نسيتها؟ لك شوفي على شو عم يتخانقوا هدول المجانين يا ملك. محمود الاولاد لساتهم قد الكمشه، انت من هلا عم تعارض؟ اسمع، يلي بتجوز بنتك بصير ابنك، ويلي بتتجوز ابنك بتصير بنتك. لا تخاف بنوب، يعني يلي بيروح بيجي حدا مكانه. بالأول كبروا ولادكم، ووقتها رح تعرفوا شو قصدي بهالحكي. يا ستي. ايه كرم وإسراء رجعوا هلا. تعي يلا جاي. لا حبيبي لا تبكي، اهدى. يلا يا روحي يا روحي. يلا إسراء. أهلين خالتي نفيسة. أهلين يا مرحبا كرام. أهلين. اليوم لقيت أخي. شو طلع هو؟ عن جد طلع أخوك يا بنتي؟ إيه طلع هو، طلع في إلي حدا بهالدنيا. عن جد؟ ألف الحمد لله يا حبيبتي. تعي ألف مبروك يا حبيبتي أنتي، والله فرحت لك من قلبي. عن جد اللي صار معك مثل المعجزة ما هيك ابني؟ زينال أخوة لإسراء. عن جد؟ رحنا لأماكن بعيدة، أتاري الشاب حوالينا وما منعرف. عن جد كان زينال حوالينا، والله شغلة غريبة كتير، شلون ما فكرنا فيه للشاب؟ أكدتوا من الوراق منيح؟ يعني كل شيء مزبوط ما هيك؟ ايه طبعا خالتي، أكيد حتى هو عنده صورة إلنا ونحن صغار، وأنا عندي نفسها، وقارنا الصور ببعض وطلعت نفسها. لو تشوفوا قدي فرحنا. والله لما خبرتني ملك دعيت لكم من قلبي، وقلت يا رب يطلع أخوها ليفرح قلبه وقلبه. اتنيناتكم طيبين وبتستاهلوا تفرحوا بنتي. هالشي بفضل كرم، هو اللي شجعني. نحن عملنا كل شي مع بعض، قوينا قلبنا وما تراجعنا ووصلنا. شايفين؟ ما في شي بصير بلا سبب أبدا، يعني لما أصريت على جيتك معي لهون طلع فيها خير إلي. مزبوط، وأنا هيك عم أقول. إسراء، هلأ اتصل زينال فيني قال إنه أنتوا طلعتوا إخوة عن جد؟ إيه والله، وهذا لأنه شفت الملف تبعكم، يعني أنت عملتي لي مفاجأة ما رح أنساها طول عمري. اجتمعوا الإخوة قبل ما يجتمعوا اللي بيحبوا بعض مع بعض. ألف مبروك حبيبتي. شكرا. يا ريتك جايبتي معك لهون، يعني أكيد بتكونوا كتير مشتاقين لبعضكم. فكرت إنه جيبوا لهون، بس هلأ هو مشغول كتير عم بيجهز مشان العرس، ومشان هيك قلت لحالي بكرة بروح بكير وبساعده بالتجهيزات. ما بتقصري كتر خيرك،
أكيد أنت بتكوني متحمسة كتير هلأ. إيه والله الدنيا ما عم تسعني من الفرحة. معناتها خلونا نخبر أبي وعمي أبو خليل باللي صار، هن كمان رح ينبسطوا لزينال ورح يستغربوا، مو هيك؟ يا جماعة الصبح خبروا قدرية باللي صار وهي رح تتكفل بالباقي وتخبر الكل، اطمنوا. هون رح تبدو بحياتكم الجديدة، وأنا بدي روح عندي سفرة طويلة. يلا رح أترككم ترتاحوا، بتكونوا تعبتوا. هلا ما رح تقلي شو لازم نعمل مشان الشركة؟ أنت عندك رجال تستشيرون، أنا ما دخلني بهذا الموضوع. عجبك البيت فوندا؟ ماشي الحال، يعني بضل أحسن من الفندق بكتير. ماشي الباي، أنا رايح بكرة بتبكر على شغلك، مو تتأخر مثل المحل، أوعك تهمل شغلك أبدا. حاضر، تصبحوا على خير. الباي أنا رايحة أشوف شي أوضة لأني كتير تعبانة. وأنا بضل لحالي مشان يطق مخي؟ بكفي، ليش عم تصرخ علي وكأني أنا اللي جبتك لهون غصبا عنك؟ يا ربي دخيلك، أنت متخيلة شو اللي صار معنا؟ ومتخيلة لهلأ أني ماني مستوعب؟ كان بده يتفني وأنا عايش بدون ما يرفل له جفن، لو حدا تاني عملها كنا أنا مجرم. بس هو على أساس أخي، بعرف إنه نحن تزعلنا، بس مو معقول يعاملني وكأني عدوه. لك نسي الخبز والملح، معقول حدا بيعمل هيك برفيق عمره؟ ليش ما قلت هذا الحكي لحالك وقت استغليته وخدعته؟ ما استغليته ولا خدعته، ماشي؟ إذا حدا استغل التاني هو، بس قريباً أنا رح أقتله. لك الباي، رجعت تتخبص وتقول هذا الحكي؟ لا تأكلي أمشي، بعرف منيح شلون أعملها بدون ما أوسخ إيدي بدمه. بتضلك لاحو مثل خياله وبتخبرني وين بيروح وين بيجي، اوعى ما بدي اياه يغيب عن عينك لحظه واحده، فهمت؟ انا بامرك، حتى نفسه ما رح يفلت من بين ايدي. يلا مرحبا. أهلين يا روحي، عود يلا. ماما نعم. خلي هذا معي. شو هذا ابني؟ طابو، بابا اليوم أعطاني إياه، قال سجل البيت بأسامينا، بس نحن مالنا بحاجته، هذا هو بيتنا وأنت سندنا. يا روحي اسمعني منيح، هذا البيت من حقكم، طبعاً ما بيعود عن الأمان والسعادة اللي سرقها منكم كل هالسنين، بس هو على الأقل فكر فيكم هالمرة قبل ما يروح من هون. مساك خده وخبيه معك وبعدين بتخبر أخواتك، تمام؟ طيب ماما مثل ما بدك. أنت منيح ابني؟ كأنك مو على بعضك. ما بعرف، مستغرب من بابا، إجا قبل ما يسافر وحكى حكي حلو، كأنه حس متأخر باللي عمله فينا. أنا فهماني شو حاسس هلأ، طول بالك، أبوك ضايقكن كتير وأذاكن وهو عم يحاول ينتقم مني بدون ما ينتبه، وهلأ وعي على حاله وحس بغلطه. بس شو نعمل كرم، أبوكن هيك على طول بيندم بعد فوات الأوان. على كل حال راح من هون، إن شاء الله بيتغير طبعه بعد ما يضل فترة بعيد عنك وعن إخواتك، وبكرة لما بتروحوا بتزوروه بتعدوا وبتحكوا مع بعضكم أكتر، بلكي بتتصلح القصص اللي انكسرت بيناتكم. كرم تعال لا تزعل ابني، لا تنهم. تفضلي ستي. أمي؟ رايحة لعند الكوافيرة، انتو رح تلحقوا ما هيك؟ ايه اكيد منلحق، يلا روحي انتي.
ست قدرية، أنا رايحة على الكوافيرة، تيجي معي؟ إيه بيجي طبعاً، رايحة أمن على الأولاد وبالحقك. طيب يلا. صباح الخير. صباح الخير عمتي. صباح الخيرات يا بنتي. عمتي أنا رح أطلع لأنه بدنا نروح على المزرعة، بس بالأول بدي جهز كم سندويشة لسعيد علي عالسريع. إيه أنا مجهزهم يا ملك، عدي هون. أصلاً كنت رح جهز الفطور. روقي روقي، اليوم لا تساوي لنا فطور. ساعدي بنتي، روحي هلأ عملي سندويش للولد وبس. يخليكي فوق راسي يا ستي. معناها عالسريع بجهز سندويشتين للصغير. يا حرام قديش الخالة ريحان متحمسة وفرحانة لأنه بنتها رح تتزوج. أكيد مبسوطة لأنه رح تتزوج بنتها. طبيعي. إن شاء الله نحن كمان نفرح مثل عن قريب، ونفرح فيكم أنتي وخليل، بلكي يرتاح بالنا بقى. إن شاء الله عمتي. صباح الخير، عم نذكرك. صباح النور، موعد كتب الكتاب بكرة. عن جد بكرة؟ بس كأنك مستعجل شوي. أنا مستعجل، بس قلنا 20 سنة ناطرين، سرعة شو؟ يلا تعا فوت اشرب كاسة شاي، رح جيب أغراضي وجهز سعيد علي وبنطلع دغري. إيه؟ طيب. فاجأتني كتير. مرحبا خالة نفيسة. أهلا وسهلا ابني. أهلا وسهلا، كيفك سيد خليل؟ الحمد لله ست قدرية، أنت كيفك؟ منيحة الله يسلمك. عمتي أنا نيمتن للأولاد، بس لو سمحتي خلي عينك عليهم ماشي؟ أنا رايحة على الكوافيرة. طيب بنتي. وين إسراء؟ خليها تستعجل، بدنا نروح. إسراء راحت لعند أخوها. إسراء؟ أخوها؟ مين أخوها؟ زينال. كيف هيك؟ استني شوي، طلع زينال أخوها لإسراء؟ إيه صحيح والله، كنت مبارح مشغولة مع الأولاد المساء وما عرفتي شو صار. هي أول مرة ما بتعرفي الأخبار تازة. كيف هيك؟ عمتي شو صار؟ احكي، كيف عرفت بسرعة كرمال الله؟ تيسري على الكوافيرة وبس تجي بحكي لك. زينال عن جد طلع أخوها لإسراء؟ يلا بشوفك. خالة نفيسة، جد طلعوا أخوة؟ إيه والله شفت. أهلين. أهلا وسهلا. نشكر الله اللي جمعنا بعد هالعمر ولم شملنا مرة تانية. الحمد لله. أهلا وسهلا فيكي أختي. شوف جبت لك معي فطاير سخنة، بتحبها؟ طبعا بحبها. والله ما في شيء أغلى وأحن من الأخت بكل الدنيا. أنت أحلى هدية بتجيني على زواجي. ما رح تفوتني على البيت؟ نعم أختي. بدي فوت. لا تواخذيني أختي، مخي ما عم يستوعب، وقفتك كثير. ما عادي، يلا فوتي. تعي عايشة، تعي أختي، تعي رح أعمل شاي وأرجع. عادي هون. روح جهز حالك وأنا بساوي الشاي. جد عم تحكي؟ إيه أصلاً أنا أجيت لهون مشان ساعدك. خلص أخي، مترجاك لا تبكي، هلأ بتبكيني معك. عادي يا روحي، تعي. لسه ما مليت عيني منك. لما أخذوكي مني طلعتي فيني تطليعة بعمري ما بنساها. هلا تذكرت هالنظرة، كم سنة مرقوا وقديش صار فينا، قديش تعبنا ونحن ما بنعرف أي شيء عن بعض. يا روحي أنت.
نحن أنا وكرم على الميتة منسأل عنك. قالوا بعد ما تركته ما عاد عرفوا عنك شي، ولما سمعت حسيت الدنيا سودت بوشي وفقدت الأمل على الآخر، لأنه ضيعت طرف الخيط اللي ممكن يوصلني إلك. بس ليك اليوم قاعدة معك. أنا هون، يعني هلأ صار في عندك أخ يوقف معي بحزنك وفرحك كمان. شو ما بيصير معك لا تخافي، أخوك حدك. ماشي ماشي. حتى بس أتزوج ما رح أتركك، بيت كبير هوني، بتتنقي غرفة تعجبك. نحن ما بقى نبعد عن بعض. الباي كنان، شلون انا بكون مدير الشركه وما عندي سياره؟ يعني معقول روح راتبي كلياته على التكاسي؟ هلا انت بلش بالشغل الباي، انا رح اعمل لك سياره بقرب وقت، بس تحملني شوي، ما في شيء بيجعل جاهز. الشركه ما فيها ولو سياره؟ لا، اشتغل ووقع عقود، ولما تاخذ دفعه روح واشتري سياره لحالك. الباي اسال كنان روحي، شو صار بالاغراض، بعتن او لا؟ فوندا عم تسألك عن الأغراض، إيه ما ترح تبعتهم أخي؟ في عندي شغل كتير هلا بقول أدريس هو بحل هاي القصة، يلا بخاطرك أخي هلا. شو صار؟ ما رح يبعت الأغراض ما هيك؟ أنتِ ما إجى على بالك تنقي غير هلا على هدول الأغراض؟ أدريس رح يبعتهم. إيه رح يبعتهم ما اختلفنا، بس إمتى رح يبعتهم؟ ما فهمت يا ألباي؟ بعدين ليش ما جبت سيارتك اللي بعين تاب لهون آه؟ لأنها مو إلي، فهمتي؟ ما بيعطيني إياها. إيه فهمت عليك. وحتى الأغراض ما رح يبعتهم كمان، يعني رح نبلش من الصفر مبينه. لا تخليني بلش فيكي وبغراضك هلا، رح ادق لمكتب التاكسي. معلم هلا طلع الباي وانا ماشي وراه. يا طيب شيدين، الباي بالطريق على الشركه، ضبوا كل السيارات بالكراج، خليه يشتغل كتير اليوم، بتضيف مشاكل ماديه وبتظبط اوراق مزوره لمبيعات وبتخليه يوقع عليها، بعدين اصحك باي شكل من الاشكال تخليه يعمل اي صفقه ويستلم مصاري سلف. عم تفهم؟ لا تاكل هم معلم. يلا شوفوا شغلكم. حلال عليك معلم، هيك بعمره ما رح يرجع يغلط معك. إذا تعلم من هالدرس بيكون كتير منيح، وإلا بيحفر قبره بإيديه. هذا القانون الجديد، بس حدا يقول لي بدي موت ما بتعب حالي وبيطلب خليه يحفر قبره بإيده. قرري على السريع مشان المطبعة تلحق تجهزهم اليوم. ايه بس والله كلهم حلوين، محتارة مو قدراني اقرر، طلعت القصة صعبة. بس بتعرف شو؟ شو رأيك منختار هذا اللي عجبنا أول شيء، كلاسيكي وكتير مرتب وحلو. مزبوط، والمهم انه عجبك. ايه والله هذا مرتب وتقيل، خلص اختاروا. بما انكم اخترتوا الباقي علي، انتوا كملوا شغلكم. ايه والله مو غلط، بالكل المسا بيكون جاهز. تكرم. مشكور رضا، معناتها رح اعطيك قائمه المعازيم يلي رح نوزع لهم بطاقات، خليهم يطبعون على قفاهم. طيب اتركوها علي. يسلموا ايديك. يلا يعطيكم العافيه، بشوفكم. انا الشغل وبنطلع سوا بعد شوي. تمام ماشي، لكن انتبه على سعيد علي لبين ما اجي، ما بطول. طيب. يا رب. بتحبي ساعدك بشي ملا؟ والله ما بتقصري، شكرا كتير. خلصنا، بقي كم غرض صغار للبيت وهلأ رايحين نجيبهم. ليكي إذا بدك مساعدة أنا موجودة. ما بتقصري، كلك ذوق. فلدان، شلون الأمور بين الخالز ومرد ودفنا هلأ؟ إن شاء الله الوضع منيح وما عاد في مشاكل. لا الأمور منيحة بيناتهم، ودفنا أقنعت عمر كمان إنه نضل بالبيت.
والمشاكل اللي كانت انحلت الحمد لله، وهذا كله بفضل دفنا الله يحميها. والله فرحتيني، فرحت انه دفنا ساويت هيك. والله مو لانها بنتك ومرت ابني، بس هدفنا ابدا ما في منا. يا حبيبتي لما تشمنا من اول وجديد. هي عم تساوي واجبها، بعدين شو ما ساويت معكم ما بتوافيكم، وخاصه انت. يا صاحبي خير؟ الباي انقلع من هون، وان شاء الله جونجي رح ترجع لامها، يعني ان شاء الله ما بيضل عنا ولا مشكله. ان شاء الله ما يضل عنا، ان شاء الله خلينا نرتاح. زينال تعال شوف. جاي معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. والله أنا مو مصدق إني بعد كم ساعة رح أكتب كتابي على أوزجا. الأهم إني لقيت أختي. أنا مو عارفان شو أقول، لأني مبسوط ومصدوم وزعلان، كل هالمشاعر إجوا مع بعض. بحمد الله إني عشت كل هالشي. الله يديم عليك الفرحة يا زينال. هلا كنا عم نحكي بهذا الموضوع، كل الأمور رح تكون منيحة. الله يسمع منك عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. معلم سعيد علي، خلص أنا حليت موضوع الأكل، رح يجيبوا اللحم وكل شي لعندك على المحل. يسلموا إيديك. والله أنتوا غمرتوني بلطفكن، يعني إذا في مجال أنا بدي ساعد كمان فشو فيني أعمل؟ أنت مو لازم تعمل شي أخي، نحن اتفقنا مع بعض وزواجك حسابنا كلياتنا، هي هديتنا لإلك. يكتر خيركن. عن إذنكم. شوف، جهزت لك أغراض البيت، رح أبعت الكهربائيات اليوم، وخبرتهم كمان أنه رح تمر تاخد طقم صالون وغرفة نوم. اسمع أخي، خذ الكرت ماشي؟ أنا دفعت له. زينال اشتري لي اللي بعجبها ماشي؟ بس أخي والله هيك كتير. خلص سكوت، لا تحكي شي. يسلموا أخي. يلا طالع كل المنيح اللي مخبيه. برافو. ايه والله يا اخي، يا ريت من لما اجى عالسوق تعامل معنا بهالطريقه، بجوز ما كانت رح تصير معنا كل هالمشاكل. والله هي طبيعه الناس، في قسم بيتعلم من غلطه وبيصلح حاله مثل كنان، وناس مثل الباي بعمرها ما بتتعلم. امبارح زعلتك، بعتذر. مو مشكله، انا بفهمها. أنا طول الليل كنت عم فكر بالموضوع. أنت رغم كل شي عملتي، كل شي بتقدري عليه مشان نكون كلنا مع بعض، وأنا صرت عبك مثل الولد الصغير. أنا آسف. الكل عصب وكان مزعوج، انسى وخليك مبسوط. أنا رح ضل هيك لكون معك، وأنا رح ضل معك على طول. يلا رح أتأخر على المشفى بشوفك. اليوم رايحة على الدورة. عن جد؟ يلا موفق لك. شكرا حبيبي. شو اليوم بتبدأ الدورة؟ ايه منيح، روحي لكن درسي منيح وخدي شهادة، بس لا تنسي كمان انه الخبرة العملية مهمة مثل الدراسة تماما، والشغل رح يعلمك كتير كمان. بس انا كتير متأكدة انك رح تنجحي بالشغلتين، انا واثقة فيك. رح أتعلم كتير شغلات منك يا ستي. نصيب. يعني ما بقى تخافي وتهربي لما تقسمي اللحمة بالسكين؟ ما بهرب، بس لا تخوفيني ستي. والله ما بوعدك. يلا جهزي حالك وروحي على دورتك. يلا شو أبو خليل؟ اسمعي خليل، أخذ موعد لكتب الكتاب، بكرة رح ينكتب الكتاب. لك أنت شو عم تقول؟ كيف بدنا نلحق؟ لك مو خليل جهز بيت المزرعة؟ شو ضل عنكم؟ يي أبو خليل شو هالورطة هاي؟ كيف بدي لحق أعمل كل هاي الشغلات؟ يلا سكر سكر خليني جهز حالي بقى. لك ما أقول هيك؟ ديلان؟ 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 طالع الصندوق تبع الجهاز وجيبيه على السريع، بدنا نروح على المزرعة. لا تطلعي فيني يلا.
آخ منك يا أبو خليل آخ. وصلت لك على أحسن مرجوحة ورح يجيبوها بهاليومين، ولما تصل المرجوحة رح حطها بالمكان اللي بدك يا ماشي؟ حتى حوض السمك معناه هون، مو وعدتني إنك تجيب لي إياه؟ إيه عمو رح يجيب لك كل اللي بدك إياه، وبعدها رح نجيب لك السمكات من كل الأنواع ونخليك أنت تحطهم بالمي وتطعميهم بإيديك. ماما أنتوا عم تضحكوا علي وما عم تجيبوا لي شيء، كل مرة بتودوني بشي وما بتنفذوا. لا بس الجو بارد عم نستنى ليدفي الجو شوي، ما فينا نعمل حوض سمك بالبرد بيموتوا السمكات، لهيك أجلنا. ماما عيب هالحكي، روق شوي، قلنا لك منجيبهم بعدين، مو حلوة تضايقوا العمو. طيب ما في مرجوحة ولا حط سمك، بشوف غرفتي كيف صارت. ملك الولد عم يحكي صح، نحن وعدنا ولازم نوفي بالوعد، ما بيصير. ايه أنا معك خليل، بس أنت روق ولا تحط ببالك، هذا ولد صغير خلاص. حلو يا عمتي؟ ايه طلع كتير حلو. إسراء رح تحبهم أكيد، طالعين حلوين كتير. بس يمكن إسراء ما تضل عنا. لوين بدها تروح؟ مرحبا يا جماعة. أهلين بنتي. أوه. اليوم أنا مبسوطة كتير وحاسة إني رح أطير من الفرح، لأنك التقيتي بأخوكي وارتاح بالك بعد كل هالسنين يا قلبي، معقول ما تنبسطي؟ وبكرة إن شاء الله بتروحي وبتسكني عنده، إيه وبيلتم شملكن، إلكن سنين بعاد عن بعض، طبعاً بعز علي إنك تتركينا، بس ما بمنعك. خالي نفيسة، ماني رايحة على مكان، رح أبقى عندكن، لأن أنتو صرتوا عائلتي وأهلي اللي بحبهم. عم أدرس أنا وكرم، والخالي سيران عم تساعدني بالدروس، ولهيك رح أضل عندكم وكمل دراستي مشان حقق أحلامي. بس طبعاً إذا ما بدك يعني بروح فوراً. معقول هالحكي يا بنتي؟ البيت بيتك طبعاً، بالعكس إذا بتبقي عنا رح كون كتير مبسوطة. طبعاً بدي أبقى جنبك، ماني رايحة لمحل، يعني بصير روح زور بيت أخيك الفترة. أنا كنت أزعل لأنه ما عندي عائلة، قام الله بعت لي عائلتين بياخدوا العقل، شو بدي أكتر؟ وحماماتك صار لهم بيوت؟ ليكي جدي يعمل لهم بيوت كتير مرتبة، يعني مو حلوة بحقك تتركيهم هون وتروحي. شفتي طالعين كتير حلوين معهم. شو؟ يا سلام. حلو والله، طالعين بياخذوا العقل، الله يسلم ايدين جدي سعيد علي. شكرا كثير كرم. ما في داعي تشكريني بنوم، المهم تنبسطي. جد اللي عم تعمله معي كثير مهم وبيعني لي كرم، انت بتفهم علي شو بحب وشو بحتاج من غير ما اقول، وبتعمل لي اياها عالسكت لكون مبسوطه. بكرة الحمامات بينتبهوا للبيوت وبيجوا بيسكنوا فيهم، ورح يعطوا حيوية للبيت، أنا بجيب الأكل وأنتي بتطعمين. ليش ما عملتولي أوضة إلي؟ ليش ما عملتولي؟ مو قلتوا رح تعملولي أوضة حلوة لحالي بالبيت؟ وقف شوي يا عيب الشوم عليك، قلي ليش هيك عم تعمل يا روح قلبي؟ بسيطة، رح نزبط لك أوضة لحالك، هلأ رح نطلع كلنا ونروح على السوق ورح نشتري لك أوضة النوم اللي بتعجبك، وهلأ مناخدك على السوق وبتنقي على كيفك. انتو دائماً توعدوني بشغلات وبعدها ما بتوفوا بوعودكن بنوم، لأنه ما بدكن يعني ضل معكن. ليك شو عم يحكي؟ معقول أنت؟ لك معقول ما بدي إياك تبقى هون؟
لا تقول هيك سعيد علي، معقول نحن ما بدناك تضل هون؟ نحن منحبك كتير يا روحي، وأنا ما عملت اللي بدك هلا لأنه كان في عندي شغل، ما كنت هون مشان هيك ما قدرت وفي بعدي، تأخرت معك حق. خلص حبيبي، أنا رح أعمل لك تخت كتير حلو فوق بالغرفة، وإذا بدك بحط لك خيمة كمان. لا ما بدي خيمة، بدي روح السوق. طيب يلا خلينا نروح نشتري لك غرفة نوم منيح. عن جد عم تحكي؟ والله عن جد عم بحكي، وبشتري لك ألعاب. إيه؟ خليل نحن اليوم عنا شغل كتير، خليها لغير يوم. بعدين سعيد علي عنده ألعاب كتير بالقصر، منجيب له ياهن لهون، يعني ما في داعي إنه نشتري. إيه في عندي هنيك، بس لما نروح على بيت جدي بشو بدي ألعاب؟ ناخدهم معنا لهني. والله كلامه مزبوط، خلص اتفقنا سعيد علي، منجيب لك ألعاب جديدة لهون، ماشي؟ يلا 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 خلينا نروح السوق دغري. ابني روح شوي. يلا ماما داعي، يلا لا تضلك يا روحي. طيب يا الله. ايه امي؟ خليل قال بكره كاتب الكتاب. ابني انتو لحالكن ما فيكن زبطوا البيت، ولهيك رح ساعدكن فيه، جايين انا وديلان لعندكن هلا. يلا وقف يا روحي، طول بالك. امي جاي لهون. بتعرفي قديش صار مشاكل بيني وبين قلباي؟ بس علاقته بسعيد علي ما خربت ولا تأثرت بنوم، وما بيرفض له طلب، خايف يخسره، يعني صار يتعامل معه بحنية، وصار ينتبه على تصرفاته معه، وأردال رح يعمل نفس الشي كمان، لحتى تكون جونجا مبسوطة ومو ناقصة شي. انت بس طمني بالك، لا تخافي. جونجا كمان بنتي، بجوز كون عملت أخطاء كتيرة، بس أنتي ما إلك حق تبعدي بنتي عني. بس أطلع من هون بدي أشوف بنتي، ورح أحاول عوضها عن الأيام اللي كنت فيها بعيد عنها. حلمت إني عم علم جونجا تسوق بسكليت، رح أشتغل وصير أب منيح مشانها. بالأول رح انتقل على بيت ستي، وبعدين رح ظبط الجنينة تبع البيت واعمل غرفة خاصة بجونجا. معناته هن ببيت ستة؟ سيارة العروس جاهزة، وأنا اللي رح أكون الشوفير الخاص حضرة العريس. تسلم مدحت، بس شو صار مشان الحصان؟ لك والله مالي عرفان شو بدي أعمل، بحبكن للأحصنة أنت وابن أختي. كله من عمي أبو خليل، بطهور سعيد علي جاب حصان. ايه من وقتها تعلقنا انا وياه بالاحصنه. مدحت دقت لك سيران هلا وقالت خليه يمر على الصيدليه. خير يا ترى شو صاير معه؟ انا رايح شوفها. طيب بس طمني. ها مرحبا، يعطيكم العافيه جميعا. الله يعافيكي. ها اجوا الاولاد، اجوا الاولاد، اجوا الاولاد، اجوا الحبايب. شو يا روحي، اشتقتوا لابوكم مثل ما ابوكم اشتاق لكم؟ اهلا وسهلا، شرفتوا السوق. يعطيك العافيه. اهلين مرت اخي. الحمد لله. عم نعمل كباب؟ اي والله عم نعمل كباب. خير شو بقى مدحت، ليش كان عم يركض؟ لوين راح؟ ما بعرف، بس اتصلت سيران بدها مدحت يروح لعندها، وعلى الاغلب راح ونسي موبايله هون. معقول في خبر عن بنت سيران؟ ما بعرف. ليش مبكرة؟ كتب الكتاب من طول. الظاهر ما خبروك انه عندي محل بالسوق. بس انت هلأ يلي رح تنتبه على الأولاد، هو أب كتير منيح وبيحب يضل معهم أكثر مني، ما هيك؟ أكيد مرتاح. لك ما بكفي إجوا حبايب قلبي مشان يزوروا أبوهم بالمحل؟ إجوا الأولاد، إجوا الأولاد، إجوا الحبايب، إجوا الحبايب. يلا حبيبي كل صحن الفواكه، ستك زمرد جاية هلأ، بس تروح مننزل سوا على السوق ومننقي غرفة النوم مع بعض، اتفقنا؟ هي يمكن كل ابني. يمكن أمي. أهلا وسهلا. أهلا فيك ابني، بعد لشوف. شو هادو؟ أهلين وسهلين. أهلا فيك، شو بده يكون يعني جهازك؟ جهازي؟ إيه جهازك. ديلان يلا بنتي حطي يلي بإيدك هنيك على السريع، هلأ منرتبهم سوا، وانتي يلا خدي من إيدي هدول. تعال مو
شو جايبين الصبي معكم؟ معقول ملك؟ رح يعذبنا ونحن عم نشتغل بنتي؟ بس تروحوا رح ننزل على السوق ستي. سوق شو يا قلبي؟ مو وقت النزلي على السوق هلأ. خليل، السيارة على الطريق، رح تجيب باقي الأغراض. أي أغراض؟ شغلات صغيرة من جهازك مخبيت لك ياهم كنت كل هالسنين، عملت لك ياهم بإيدي، وهي هلأ إجا وقتهم. يلا لشوف، هلأ منظبط البيت كلنا مع بعض، تفضلوا على الشغل. أنتي لا تتعبي حالك، أنا وخليل منظبط كل شيء، عادي خليني صب لك شاي. معقول هالحكي بنتي؟ على طول أهل العريس بيجهزوا غرفة العروس. يلا لسه واقفة؟ يلا تعي خلينا نبلش الشغل. أمي بلا ما نضيع الوقت فيهم هلأ، نحن زبطنا الأغراض اللازمة للبيت، تركي هدول هون وخلينا نروح هلأ، رح نزبطهم على مهلنا. مو على كيفك خليل، خلص تركوني على راحتي، خلوني أفرح وانبسط فيكم. تمام. معقول ما أتعب وجهز بيت ابني قبل عرسه؟ يلا لشوف، يلا عنا شغل كتير. ايه مزبوط كلامك، غالباً هنن ببيت ستة. لكن خلينا نخبر أحسان بهالقصة. لا أنا رح أروح جيبها. شو عم تحكي مدحت؟ لا تروح هلأ بيصير شي مشكلة، اتصل بأحسان أو خلينا نخبر الشرطة. لا أنا لازم واجه أردال. مدحت، مدحت. Şimdi